يعني وصلتنا معلومة من مصدر تقول أكو جماعات في المنطقة الخضراء جاي تمول وينطوها فلوس والكثير من الدعم حتى يعارضون هذا القانون. ما لهم قيمة. لا. لا هاي. شنو رأيك بهذه المعلومة؟ هذا شوفي مجموعة اعتراض مجموعة من عدد من العشرات من النساء التي يخرجن في ساحة التحرير هنا في الديوانية في الشطرة وقسم يخرجون بفلوس منظمات المجتمع المدني ما نعرف تتلقى أموالها منين ما منين. هذا ما له قيمة لسبب بسيط. إحنا من يمثل هذا من اليوم اللي حقله يتحدث من اللي حقله يتحدث في السلطة التشريعية هي السلطة الأم وهي السلطة الرقابية وبالتالي مشاريع القوانين في داخل مجلس النواب اللي يريدون يعترضون النواب اللي يريدون يعترضون إذا ما حصل ما حصل بس يطلع بالكاميرات يقول لك من المعترضين من المعترضين القوى السياسية الكردية الكرد عندهم قانون خاص بهم ست حتى من داخل الشيعة بس خلنا خدمك هذا كلام مو دقيق. الأغلبية الشيعية هي مع القانون وأوجه شكري للسيد المندلاوي من أمام شاشتكم وبعض النواب الذين أصروا على تضمين هذه هذا الموضوع يوم غد. بالتالي القوى الكردية بعض حزب معين عند القوى الكردية معترض. ليش؟ لأنه بالجلسة السابقة ما تم ما قبلوا القوى السياسية الشيعية على الموافقة على قضية عقارات في كركوك أنه ترجع لهم. بالتالي هم سيد نجيرفان برزاني يوم أمس كان في محفل كبير وموجود تصريح على قناتهم الرسمية دي يقول نحن مع تطبيق المادة 41 من الدستور عندما كان يلتقي بالأخوة المسيحيين والناس أحرار في اختيار محور هي اسمها أحوال شخصية. أنت نعم. تريد تفرض علي فت قضية هاني ما أقبلها مثل ما أنا ما فارض عليك فت قضية يجوز أنا إلي اليوم أنا أفرض قوانين هم يصفوها دينية وثيقراطية وروح ألزم الآخرين بأنه لازم بدكم ترتدي الحجاب لازم بدكم تصلي لازم بدكم الصوم وإذا ما تصلي يقول لك أول